السلام عليكم. ايه؟ ولا انت بتبيعها كده على لا قناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ. عامل ايه؟ احنا هنا شايفين ما شاء الله فاكهه، احنا ابتدينا في فاكهه الصيف زي ما انتم شايفين كده. كلنا عايزين نعرف الاسعار بقى، فانا هنشوف الدنيا ايه مثلا، هنشوف الكلام هنا الاسعار ايه. بس على بس نخلص تليفونه خلاص. تمام. السلام عليكم استاذ. ايه بقى حضرتك والمحل والمكان والتليفون عشان لو حد عايز يتصل بالتليفون؟ حضرتك هنا في سوق العبور الجمله 174، محل 174، عنبر 574، عنبر 5. تمام ماشي. رقم تليفون موجود؟ رقم تليفون ماشي قولوا. 010 683، ايه 683 489 86. ماشي. اسمك كريم ايه؟ عاطف محمود. تسلم استاذ عاطف. بقى عايزين نشوف الاسعار بتاعت الفاكهه، نشوف الحاجه اللي انت عايزها. ماشي. نبتدي بايه؟ سلام عليكم. ازيك يا حاج؟ السلام عليكم. نور يا حاج. حاج صاحب المكان؟ اه ده الكنتالوب اللي هو المنجاوي. ماشي. كلنا واحد. ده الكنتالوب اللي هو قلب اصفر اللي هو بيقولوا عليه منجاوي، او الناس بتقول عليه الشاهد العراقي. اه ده بيتم ب 14 جنيه من 14 جنيه ل 16 جنيه. واحده واحده بنروح عشان نشوفها اصلا. يعني في ناس تعرفها وناس ما تعرفهاش. الناس اللي فيها حاجه دي غير دي؟ عشان او اثنين. اه دي غير دي؟ لا النوع الثاني اهو. ده نوع عشان. ده الاسم المخطط ده؟ ده المنجاوي. اه دول النوعين عندنا. اه ده المنجاوي. اسمه المنجاوي ليه بقى؟ عشان من قلب اصفر. اه متطعم على حاجه. اه متطعم بطعم المانجا. اه انما ده الاصفر العادي. ده الاصفر العادي. ده النوع اللي هو ده. طب ده بكام بقى؟ الكاميرا عليه. ده بكام؟ ده بيعمل حوالي، ده حوالي 14 جنيه 15 جنيه. ده 14 15. الفيل ده اقل منه درجه بيعمل حوالي 12 جنيه. معلش عشان الشمس بقى. النوع الثاني بقى؟ ده النوع ده بيعمل حوالي 10 جنيه 11 جنيه بس اقل في الجوده سنه. 10 11. 10 11. ده حاجه زي كده بقى. دي واحده. يعني ده 10 11 وده 14. ده 14. تمام. بص بقى للعنب البرتقالي الاول بكام عندك؟ مثلا انتوا طيبين برتقان الصيف ده الصيف هو مفيش الا حاليا دلوقتي الا البرتقان الصيف. اه طبعا حاجه زي كده جودتها اقل شويه ب 5 جنيه فحاجه زي كده 7 جنيه حبايه اكبر حبايه اكبر بندوق بندوق. طب هنا كم كيلو في الدايره؟ ده حوالي 18 كيلو 20 كيلو. 18 20. بصوا ما شاء الله يا جماعه. ده التوت العماني. الناس تشوف الحاجه اللي عندك عشان عايزه تشوف. تحت امرك اللي عايز كده. تمام. التوت العماني بقى. التوت العماني ده اكيد ليه فايده طبعا. طبعا التوت ده له ناس معينه الناس بتعشق التوت ده. ده اللي هو له ريحه وطعم. احنا هناكله؟ اه ب 1000 هنا. عايزين من غير غسيل يا جماعه؟ لا عادي. طعمه مسكر. طعمه تحفه. ايه ده حاطين فيه سكر ولا ايه؟ ايه؟ سكر قوي. عماني؟ لا عماني لا. يا نهار ابيض ده مسكر قوي. الله مشمش. هو ده اللي في المشمش. لا مشمش جامد قوي ما شاء الله. طبعا بيتغطي يا جماعه المشمش عشان المشمش بكام بقى المشمش؟ ايه 25. 25 جنيه؟ بس هو الفترة الجاية ممكن يبقى أقل من كده، يعني كل ما بيكتر كل ما سعره بيكتر. طب العداد فيها كام؟ حوالي 10 كيلو. 10 يعني 250 مثلا؟ 10 كيلو اه. حوالي 250. أنا مش عاوز من الاسم ده يا عاطف. يا راجل. أنا مش عاوز من الاسم ده. هات لي من الاسم التاني. من الأول. يا عم عشان العيش والملح أحلى. اتفضل يا عم. هو عايز يتغطى. هو عايز يتغطى. على سعره. لا أنا لا أنا عاوز الشكل ده. أنا اديني الشكل من ده. ده؟ اه ده عشان ده شكله. ده ايوه احنا براحتك. ناخد من الاقل سعر شويه. اللي انت عايزه. مش من الاقل سعر شويه. التوت والعنب والخوخ بقى. الخوخ والسكري. الصيف احلى حاجه في الفاكهه. طبعا. بس يا جماعه على جمالها. ده سكري. تمام. ده اسمه خوخ سكري. ما شاء الله ما شاء الله. ناس كتير قالوا لي عايزين فاكهه، ادي الفاكهه ايه؟ طبعا الاسعار في السوق بتتفاوت من مكان لمكان ولا لا مش حاجات من مكان كلكم زي بعض؟ لا حسب الجوده بتاع الزرع يعني ممكن تلاقي خوخ ده ده بكام؟ ده ب 30 جنيه
32 جنيه، في حاجات تانية اقل ممكن تلاقيها 20 جنيه 22 جنيه. في حاجات السوق نفسه، السوق نفسه حسب على حسب الحاجه جوده، الجوده بتاع الزرع نفسه. طب ساعات بيقولوا لك ما تاكلش البتاع ده دلوقتي، ده بيبقى في اول الموسم مرشوش، عشان بيبقى رش في اول الموسم. الناس مستعجله عايزه الحاجه، والبطيخه كده البطيخه كده احنا مش دلوقتي خلاص عادي، كل حاجه طبيعي. مش متهرمن ده؟ لا 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 كبيره قوي. لا لا مش متهرمن، انا حابب لو متهرمن، لو هنهرمنه كله، خلي دي كبيره ودي كبيره، انما كل حاجه بطبيعتها. صح، دي بتبقى حبايه في الشجره مثلا. انت قلت نوع ايه؟ نوع سكري. سكري مصري ولا مش مصري؟ مصري، كل الفاكهه اللي عندنا مصريه، وعندنا عنب ابيض. تحيا مصر. عمرين. لا 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 خلصنا. ماشي، بكام قلنا؟ ده ب 30 جنيه. 30. وفي الكنتالوب ده برضه نوع من انواع الكنتالوب الثاني. ماشي، اللي هو المدور ده. ده بقى نوع تاني من الكنتالوب، ده اللي هو سويسي باين ولا عريشي؟ عريشي باين. ده شغل اسكندريه، بس ده اسكندريه بتاع. كام ده؟ الكيلو بيعمل 13 جنيه. والعدايه تعمل كام؟ او الصندوق العدايه بتعمل حوالي 15 كيلو ما شاء الله، عشان هي واحده بتوزن. هي واحده طبقتين، طبقه فوق وطبقه تحت. هي بتوزن اصلا واحده ممكن تيجي كيلو الا ربع. هي بطبع. العنب بقى. العنب يا عنب يا عنب احمر الاصفر الابيض الاول. الابيض اهو، تعالى على الابيض جودي. تعالى واحده عنب بلاك. ده بقى الجوده العاليه، ده العنب الابيض. نوله كمل الفيديو عادي. بلاك ولا ابيض؟ لا واحده بلاك، واحده بلاك. الابيض بكام؟ الابيض ب30. ده بنات؟ بنات. لا ايرلي. ايه؟ هو سبيريو، بيطلع عليه سبيريو. البنات لسه اخر السنه. البنات لسه؟ اخر السنه خالص البنات. ما شاء الله. 11 ونص يا حبيبي. حاجه جديده وطازه اصلا. طازه كل حاجه. احنا حاجه جديده وطازه. الزرع بيبدا ينزل لنا. والعنب الاسمر ده بكام؟ ده ب 45. 45. احنا قلنا العده دي تعمل كام؟ حوالي ده حوالي 10 كيلو. ودي؟ دي 8 كيلو. 8 ودي حوالي 10 11. ده بكام؟ ده 45. 45 جنيه. احنا قلنا ده بكام؟ ده ب 30. احنا قلنا ده ب 30. ده ب 30. فين يا عم سعيد؟ واحد كوبري. نشوف بقى التاني ده. السكري ده بكام؟ بعد ما يجيب من بره يجي يقول لك العنب عندك احلى من اللبن. بصوا يا جماعه، اصلا عندي بناتي مدمنين عنب، وبالذات مدر كبيرة، يعني مش عايزة اقول لكم يعني ممكن تعمل فيا ايه لو شافت الفيديو ده وما اشتريناش عنب. لا والاحمر، لو جبت عداية بيضة وعداية حمراء تقول لي جبتيها بيضة ليه؟ انا عايزاها كله احمر. استنوا بقى لما يجي الراجل. استغفر الله العظيم، جزم العظيم الجمل. جمال عدى الكلام. قلت لي بقى العنب ده بكام؟ ايه العنب ده 40 جنيه. 40 جنيه، العداية فيه قد ايه؟ حوالي 8 كيلو 10 كيلو. ده لسه جديد. جديد بعد كده 8 10 هيقل شوية. هيقل بعد قد ايه؟ شهر ايه؟ بعد حوالي 10 ايام 15 يوم هيوصل 25 جنيه 20 جنيه. يعني نستنى شوية؟ طبيعي. هو دلوقتي مزز ولا مش مزز؟ بس اول لسه ما كترش. ده حاجه ده العنب المتوطي. انما العنب المكشوف بينزل بقى ب 20 جنيه ب 15 جنيه بالاقل كده من الاسعار. ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله. اللهم صل على النبي. ربنا يوسع سوقكم يا رب، وشكرا لذوقك ويكتر الف خير. شكرا يا باشا. ممكن بقى رقم التليفون والعنوان تاني؟ 010 683 4 89 86. ماشي، لو اي حد عايز اي حاجه ممكن تشحنوا له. تمام، احنا بنبيعنا جمله وقطعيه. تمام زي الفل. 174 عنبر 5 محل 174 عنبر 5. شكرا يا باشا، نهارك زي الفل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ممكن اقعد خمسه بقى؟ اتفضل.